كره بصافره موجوده غازي العيادي في منطقه الجزاء. الكره الماضيه فيها تغطيه وابعاد، عادت لمصلحه الترجي من جديد. اماميه في اللقطه الماضيه المحاوله تصل الى فخر الدين. اوهو فخر كل الترجويه، وابن باب سويقه يفتح المجال من اجل التتويج، يسجل، يضع الكره في الشباك، يسجل في اللحظات التي كنا نتغنى به. ولد العاصمه يسجل، يضع الكره في المرمى. ثاني الاهداف الان ياتي، ثاني الاهداف ياتي باقدام فخر الدين بن يوسف صغري العالي، واللي بيوجي ندوان عليها غرامي بيها من صغري العالي، واللي بيوجي ندوان عليها يسجل بالقدم اليمنى. هي 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 يا عيني عليك، تهيأت باقدام طه الى فخر الدين. اوهو يختم على اول اشواط الديربي على طريقة الكبار، على طريقة الكبار. فخر الدين بن يوسف يسجل ويضع الكرة في المرمى ويصنع الفارق الآن، وبهدفين مقابل لا شيء. يصنع الفارق الآن بهدفين مقابل